عبد القيم خوجة من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم شقة رائعة جدا ذات إطلالة خيالية على البحر وعلى الطبيعة. المجمع في منطقة يلدزلي أكشابات، مجمع سيسستيبا. المجمع عبارة عن 5 أبراج سكنية بها خدمات جدا رائعة. من ضمن الخدمات اللي موجودة مسبح مفتوح، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، ما ننسى أيضا موجود جلسات عائلية، مسطحات خضراء، وبوابة إلكترونية خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع. وأيضا موجود مواقف مغلقة للسيارات، بالإضافة إلى المواقف المفتوحة وأيضا المسطحات الخضراء. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الشقة على أرض الواقع ومساحتها. خلوكم معنا. وصلنا جماعة الخير الدور الخامس، شقة 4 غرف صالة مساحتها 200 متر مربع. في كل دور موجود عندنا شقتين. الشقة هذه جاية على جهة اليسار وإطلالتها جدا رائعة، تشوفوها من البلكونة والصالة. حاليا أنا متواجد في منطقة الكوريدور. لو تلاحظ منطقة الكوريدور أرضياتها جاية سيراميك، بالإضافة إلى المطبخ. أول ما ندخل عندنا هنا يميننا دورة مياه أولى. دورة المياه الأولى هذه جاية بنظام أرضي، نقدر نقلبها لنا حرية الاختيار بالأفرنجي. والمنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب. الدولاب هذا جزء مخصص لغسالة الملابس، ولنا حرية الاختيار أنه نحول التمديدات للحمام الرئيسي جاي خلف الجدار هذا. أمامنا الصالة، نتوجه مع بعض إلى المطبخ. المطبخ زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم، أرضياتها جاية سيراميك، بالإضافة إلى أن الدولاب جاي على شكل L. والحاجة المميزة زي ما انتم شايفين نوعية الدولاب وجودة الدولاب والرخام المستخدم، جدا نوعية ذات كواليتي فاخر. إطلالة البلكونة أيضا جاي إطلالتها على البحر، وفي مخرج البلكونة نشوف إطلالة البلكونة من جهة الصالة. نطلع من المطبخ نتوجه إلى الصالة. الصالة مساحتها جدا رائعة، جاي على شكل مربع. لو تلاحظوا ديكورات سقفية وسبوت لايتات. أرضية الصالة مع الغرف جاية أرضيات باركيه. التدفئة لو تلاحظوا تدفئة مركزية أطراف الشقة ككل، في الصالة موجودة وفي الغرف أيضا. عندنا الصالة في واجهتين، واجهة جانبية على جهة الطبيعة، والواجهة الأمامية الرائعة جدا على البحر. تعالوا مع بعض شوفوا أحلى إطلالة تشوفونها على الإطلاق. إطلالة ولا أروع، يعني الإطلالة هذه لا ممكن أن أحد يغطي علينا. إطلالة البحر، نشوف الأفق ونشوف المدينة من جهة اليمين، وأحلى إطلالة الطبيعة تشوفونها في هذه الجهة. ما ننسى أيضا أنه عندنا إطلالة المجمع مع المسبح موجودة من هذه الجهة. البلكونة هذه اللي شرحت إطلالتها وشفتوا المنظر الرائع جدا. مساحة البلكونة لو تلاحظوا جاية 2.5 في 6 أمتار تقريبا، مساحة رائعة جدا. بس ناقصها أنه نزودها بالزجاج الشرائح وتكون أحلى بلكونة نشوفها بهذه الإطلالة. نكمل تفاصيل باقي الشقة، خلوكم معنا. طلعنا من البلكونة، نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. أول ما نبدأ بدخولية الشقة قلنا لكم أنه مقابلها فيها الصالة والمطبخ وعندنا دورة المياه. تكملة الكوريدور جاي هذا الشكل. ديكورات سقفية لو تلاحظوا في الكوريدور. يسارنا على طول عندنا الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي مساحة كمساحة جيدة. عندنا مروش ومغسلة كبيرة.
ورا الباب موجود الكلوزد، بالإضافة إنه زي ما قلت في بداية شرحي للشقة نقدر نسوي تمديدات خاصة بغسالة الملابس، نقدر نحطها في الحمام الرئيسي. مقابل الحمام الرئيسي عندنا غرفة رقم 1. الغرفة هذه مساحتها ممتازة، نقدر نحط سريرين فردية أو زي ما نرغب إحنا، مساحتها ممتازة، لها بلكونة خاصة فيها. البلكونة هذه كمان مميزة، جاية إطلالة بحر وإطلالة الطبيعة، يعني شقة فعلا مميزة. نطلع من الغرفة هذه نشوف إيش اللي موجود بجوارها. بجوارها عندنا غرفة رقم 2. الغرفة الثانية هذه مساحتها أيضا تقريبا زي الغرفة رقم 1، أقدر أقول 3.5 × 4، ويكفي لسريرة فردية مع دولابها وباقي ملحقاتها، وإطلالتها لو تلاحظوا إطلالة الطبيعة. نجي هنا على غرفة رقم 3. الغرفة الثالثة كمان لو تلاحظوا زي الغرفة رقم 1، لها بلكونة خاصة فيها ومساحتها ممتازة. يعني كل الغرف أقدر أقول إن مساحتها تقريبا جاية 3.5 × 4. وهذه البلكونة الصغيرة التابعة لهذه الغرفة إطلالتها جزئية على البحر وعندنا إطلالة الطبيعة، يعني شيء مميز لهذه الشقة. طلعنا من غرفة رقم 3، نتوجه أخيرا إلى غرفة الماستر. غرفة الماستر تعتبر في الشقة هذه غرفة رئيسية، يعني غرفة النوم الرئيسية هذه هي. مساحتها جدا رائعة، حتى لو تلاحظوا في الآونة الأخيرة بدأوا يغيروا في ديكور غرف النوم، أنه صار يحطوا النوافذ على هذا الشكل. لنا حرية الاختيار، نحط السرير في هذا الجهة فيكون أطرافها النوافذ، أو في هذا الجهة ويكون موجود الأفياش. غرفة النوم الرئيسية لها دورة مياه خاصة فيها، لو تلاحظوا دورة مياه متكاملة، إنه موجود كلوزيت ومروش والمغسلة، بالإضافة إلى غرفة الدريسنج روم. غرفة الدريسنج روم مساحتها جيدة، نحط فيها دواليب خاصة بالألبسة ومنها مخرج للطوارئ. في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.